بالنسبة لواتساب يلي كل أسبوع عنده تحديثات جديدة لتحسين التطبيق، فأطلق هالمرة ميزة كتار كانوا ناطرينها. هالميزة بتستهدف الرسائل الصوتية يلي ياما وفرت وقت وكانت وسيلة سريعة وسهلة، فهلأ صار بيقدر المستخدم يبعث رسالة صوتية لمرة واحدة فقط، يعني المتلقي ما رح يقدر يسمعها مرة تانية ولا يبعثها لشخص تاني، وهالموضوع بيحافظ على الخصوصية والأمان بشكل أفضل. ومن الميزات الجديدة يلي كمان بتستهدف هالخصوصية بشكل مباشر هي إمكانية إخفاء المحادثات السرية والمحمية بكلمة سر من قائمة الدردشات، والوصول لهالمحادثات المشفرة ما بيتم إلا من خلال إدخال رمز سري بشريط بحث واتساب.